اول ماسل من الماسلز بتوع الارم، ماسل صغيره اسمها كوراكو براكيالس، دي طالعه بكومن تندون مع الشورت هيد بتاعت البايسبس من التيب اوف ذا كروكويد بروسيس اوف ذا هيومرس. يعني ادي الكروكويد بروسيس، ادي الكوراكو براكيالس، وادي الشورت هيد بتاع البايسبس. دي بتعمل انسيرشن في الميدل اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا ايه هيومرس، ادي الهيومرس، ادي الميديال بوردر، وهي بتعمل انسيرشن في الميدل اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا هيومرس. النيرف سبلاي بتاعها نيرف اسمه ماسكولو كوتينس نيرف، ودي بتساعد في الفليكشن بتاع الشولدر جوينت. اللاند مارك بتاع الماسل دي انها بيرسد بالنيرف اللي اسمه ماسكولو كوتينس نيرف، يبقى دايما بنعرفها بانها بتخترق بهذا النيرف اللي هو اسمه الماسكولو كوتينس نيرف. فده الاوريجين، وادي هنا الانسيرشن، وادي هنا ده النيرف سبلاي اللي هو الماسكول كوتينس نيرف، والاكشن بتاعها اللي هو فليكشن اوف ذا شولدر جوينت.